مرحبا، كنشكركم على الزياره هذه. وبالنسبه البطوله اللي غادي نلعبوا ان شاء الله، الدوري هذا حنا مستعدين ليه، ومع الكوتش بطل العالمي سعيد دويسي اللي كيه فينا وكيوجدنا ان شاء الله للبطوله. كنتمنوا الخير ان شاء الله ورفع رايه البلاد، وهذا شرف ليا كبير اني نلعب في ام اي فايتر، وانا ديجا حاصل على الحزام الاسود في فريضه الكاراتيه كما ذكر السي سعيد، وترينت بزاف ديال مع لي كوتش وهذا، وقلبت على الاسم ديال دويسي، قالوا لي راه كوتش بطل عالمي معروف، لذا انتقلت عندهم الملعب ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله الخير القدام ورفع رايه البلاد. هذا بالنسبه شحال رياضة الإمامي. الإمامي هذا منذ 5 سنوات وديجا أنا عام باش وليت مع سعيد دويسي، هذا وديجا أنني عندي من كانت عندي 9 سنين وأنا تنخدم في رياضة الكاراتي. يعني غير التشكيلة اللي السيبور كاين، الأساس كاين، والأسرة هو هذا شنقلبوا عليه، هذا اللي كاين. لا غادي مزيان، غادي مزيان في الاستعدادات عفوا، وحتى الرياضة المقاشيلة هذه رياضة عنيفة شوية، ما يمكنش تمارسها في الشارع ولا في شي حاجة أخرى، اللي يدخل لها خاصو يكون متمكن مزيان. والسي سعيد دويسي ما يقبلش اي واحد يدخل عنده كما كان، خاص ضروري تكون في واحد الكونديسيون فيزيك فيه، واحد الشروط باش انك تقبل في هذا الامام معروفه. الفترات عندي الصباح وعندي العشيه، كنتريني في الصباح وكنتريني في العشيه، عندي ساعه في الصباح وجوج سوايع تقريبا، جوج سوايع تنترينا في العشية، جوج سوايع كافيه يعني في لونطريمون، جوج سوايع كافيه كافيه مع الريجيم. ما برافو. الاوقات برنامج معروف انك تنظم الغذاء ديالك وغذاء يكون متكامل، وتبعد على الماكله ديال الزنقه وهذا، وتنظم الوقت ديال النعاس ديالك. بدر هاري هو بطل كبير كنحترمه بزاف وكيعجبني بزاف، بدر هاري كيرفع رايه البلاد وعنده نفس، عنده غيره على البلاد، وحنا معاه، حنا كنتمناو ليه الخير وتو يتمنى لنا الخير. قناه شوف تي في كنتمنى لهم كل الخير والنجاح ومن الابداع، نو ريسبكتون فوتر ايدونتيتي. شكرا لكم بزاف ملي كتهزوا بالشباب وكتعاونوهم باش يوصلوا الصوت ديالهم للشعب، وكل شيء راه عارف. اذا شكرا لكم، تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دويسي سعيد، بطل عالمي سابق في بزاف ديال الرياضات بيان سيغ، التخصص الحالي هو الام ام. التحق بيا البطل سعيد مخيا من بعد ما جا من قطع، اتصل بيا باش نديرو انا وياه واحد الاستعدادات، او بالاحرى نخدم معاه واحد الاستعدادات لبطولة ابطال دبي ان شاء الله اللي غتقام في لوموا 3 المقبله. كانت عنده من قبل واحد البطوله في تركيا، ولكن طلقات بسبب الجائحه ديال كورونا اللي اثرت علينا حتى في التدريب ديالنا، ولكن الحمد لله حاولنا نستمروا ونخرجوا الحصص ديالنا ونكملوا البرنامج. سعيد واحد الماده خام اللي مزيانه، عنده واحد لي باز بنيت عليهم انا، وحتى نحاولوا نقلبوا له على واحد الاستراتيجي اللي يلعب بها واللي تبقى معاه. لحد الان الحمد لله توصلنا لنصف النتيجه، ونصف النتيجه كتخولوا انه يلعب ان شاء الله الدوري المقبل، ولما لا يفوز به ان شاء الله. اما النصف الثاني غنخدموا معاه ان شاء الله البطولات اخرى اللي منين يتفتح المجال الرياضي ويتفتحوا البطولات اللي في المستوى ديالو غادي يلتحق بهم. حنا فريق تنسميوه تيم دويسي او دويسي تشامب،
اللي كنخدموه على اي اتليت كيف ما كان نوعه، سواء كان جديد ولا كان قديم كيمارس رياضه في 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 شي مجال اخر او في شي صرخه، كيلتحق بينا كنخدموا معاه من النيفو ديالو. كنخدموا معاه البريباراسيون فيزيك، بريباراسيون مسكيلير، الكارديو ديالو ولي باس تكنيك. كما كتعرفوا الام ام ا فيها القتال المختلط، فيه هو عالم كبير الان والتي يقتصر على لي تكنيك ديالو، يعني ولا عنده قاعده كبيره ولي تكنيك بزاف. يعني خص الانسان ما غياخدش كل شيء بيان سير، ولكن كي ياخذ واحد الاستراتيجي وكياخذ لي تكنيك اللي كيجيو مع الفيزيك ديالو اللي يقدر يدير بهم شامبيون. هذوك هما اللي غينفعوه وهما اللي كنخدموا به. كل واحد عنده بنيه جسمانيه اللي كتخول له يدير واحد الاشياء وما يقدرش يدير واحد الاشياء. حنا كنحاولوا نعطيوه داك الشيء اللي كيقدر يديره وداك الشيء اللي يقدر يخدم به وداك الشيء اللي يقدر يدير به شامبيون. بالنسبه لي انا سعيد مخيار في هذا النيفو يقدر يدير بحال هاد لي تورنوا د ابو ظبي، تيركاش، لي تورنوا د الصين، بيد ما نجمع لي بوان ديالو ان شاء الله، ولما لا يكون حتى هو في التظاهرات الكبرى بحال الوان، بحال اليو اف سي، بحال. وهذا ماشي بعيد على المغاربه تبارك الله، المغاربه البنيه الجسمانيه المايور في العالم كاع، خصها غير واحد التأطير سليم، واحد لاستراتيجي سليمه، وواحد الماكله زوينه، ماكله في المستوى، باش داك البنيه تكتمل وداك الاتليت يخرج للوجود. وتا شي حاجه ماشي مستحيله. وبالنسبه للعزيمه والطموح اللي عنده انا كيبان لي غيمشي بعيد ان شاء الله، ولما لا البطولات الدوليه والعالميه ويشرف المغرب. ديجا كانت عندنا تجربه مع ابطال اللي بقاو في اوروبا وبقاو في امريكان لا داعي لذكر الاسماء، هما دابا تيلعبوا على حساب بلدان اخرى والله، وكل واحد كيشوف الطريق اللي كتسلكوا الله يسهل عليهم. ودابا رجعنا كنشطوا في المغرب عاوتاني وكيلتحقوا بينا ابطال اللي غادي يكون عندهم صيت عالمي ان شاء الله. حنا ما كنخدموش دي سيونس اللي جلوبال، حنا كنخدموا على ليطا ديال كل شخص. بحال ملي جا عندي سعيد مخيار كان ديجا كاراتمان وكيمارس رياضة الكاراتيه وعنده حزام اسود، حاولنا حنا نوظفوا له داك الطاقه ديالو وداك الرياضه ديالو ونحولوا له الاتجاه انه يولي فايتر، يعني يولي مقاتل ديال الشبكه، لان القتال في الشبكه تختلف على القتال في التطامي او في الطابي او القوانين ديال الكاراتيه اللي كتمنع الضرب في الوجه وكتمنع بزاف ديال الاشياء، ماشي بحال القوانين ديال الام ام ا. ام ام ا كما كنعرفوا فيه الكوغا كور، فيه لوصول، فيه حركه ديال التهاس، فيه حركه ديال القجان، لي زاملوك، بزاف ديال الاشياء اللي كتخدم بزاف ديال الرياضات مثل الجوجوتسو، مثل الكابلينغ، مثل الناجي. هاد الاشياء هادي حنا كنحاولوا ما نعطيوهش كلشي بيان سير، ولكن كنعطيوه داكشي اللي غيستافد منه واللي يقدر يلعب به واللي يقدر يدير به بطل ويقدر به يحقق انجازات اللي طاردي الطموح ديالو. ميرسي.